نعم. فيه يعطينا احدى التعليمات حتى الناس يعني العمال تاع الصحه اللي نحترموهم ونحييهم هذا المنبر. احنا المكاتب البريديه المتنقله تاعنا خاصه في بليده والولايات الاخرى، المكاتب البريديه المتنقله هما اللي راحوا يتنقلوا عندكم، ما تجوش انتم المكاتب البريديه، الاولياء ليكم انتم وجماعه الحمايه المدنيه، الناس اللي هم مرابطين على والسهر على صحه المواطنين، احنا نروحوا لعندكم، يكون يعني لهذو الديسبوزيتيف تاع البريد المتنقل والفاغ ماس راح نعاودوا نفعلوه باش احنا الناس صدر يكون عامل تاع البريد يروح لعندهم باش نقصوا الضغط على المكاتب البريد. بمعنى سيد الوزير انه مثلا عمال مستشفى او ثكنه تاع الحمايه المدنيه او الشرطه وكذا، هناك يعني بريد يعني عربات بريد كان اجراء خاص. نعم متنقله تروح عندهم باش نمكنوهم باش يكملوا يعني الالتزامات تاعهم، حنا نروحوا لعندهم.